حبايب قلبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، يا رب نورين قناه. الله يسعدكم كلكم، ورجعت لكم فيديو جديد. طبعا انا قررت قرار خلاص انه ما ولا رجع، انه راح انزل لكم كل يوم فيديو تقريبا، الا اذا صارت عندي زحمه كثير راح انزل يوم ايه يوم لا، بس ما راح اقطع يومين او ثلاث، خلاص يعني قرار نهائي. فيديو اليوم اريد اوضح لكم نقاط كثيره سالتوني عليها بالفيديو اللي صورته، اول فيديو نزلته يعني اول فيديو نزلته عن المطعم وعن شغلي. كثير نقاط سالتوني عنها، والصراحه انا يجوز بشي جاوبت عنه وبشي ما مجاوبه عنه، فاليوم رح ارد على كل التعليقات السلبي منها والايجابي منها والنصايح منها. بس اول شيء لازم الحق، عندي طلبيه كبيره لازم الحقها على الساعه 5، سريع سريع جدا. واني بالعاده ما الف يبرق بالمطعم، بس بما انه ما عندي حدا الحس وبما انه بدي يبرق سريع لازم يعني بسرعة، فقررت اسوي اكمل الوجبة. انا عندي بس ما يكفي، فراح اكمله تكملة. تقريبا سويت شي نص كيلو وربع كيلو، لازم الحق بعد شوي للساعة 5 اكون لحقت وجبة يبرق، وجبتين منسف ووجبة اوزي، وهذا انا حاليا ما بمنه جاهز غير المنسف تقريبا يعني. بس الاوزي تعرفن انتن بس يكون الرز جاهز، الطبخة كلها ما تطول، بس تدخيله على الفرن وطالعينها. واليبرق الحين حطيته بطنجرة الضغط بسرعة يصير ما يطول، هو يعني أكثر شيء طول لفه، والحمد لله لفه ما يعد بسرعة الحين خلصته. إيه بلش عاد بالأسئلة والتعليقات. صراحة بناس حسيت إنه معلقة تعليقات ما لها داعي ومركزين على شغلات فعلا ما لها داعي، بس بنفس الوقت راح أقول يعني أقرأ تعليقات هاي وأقول لكم ليش أنا بهاي النقطة صار كذا. نبلش بالتعليقات. التعليق اللي جاني بكثرة الصراحة وجايات وحتى لايكات كثيرة، ومو وحدة المعلقة، أكثر من وحدة، حتى على تيك توك دا يقولوا نفس الكلام. ليش ما نوحد اللبس ونلبس لبس خاص بالمطعم؟ أول شي إحنا لما فتحنا المطعم جتنا عطلة عيد، يعني بعطلة العيد ما يشتغلون هذول اللي يطبعون على اللبس ويكتبون أسماء وشغلات، ما يفتحون بالعيد، يعني ألحز من جديد لفتحة. وقبل ما تقول لي يعني أنا حاطة هاي الفكرة براسي من أول خطوة بالمطعم، فقلت لعمر راح حتى يعني كانت الفكرة أكبر من هيك، بس ما دعي يصير لنا مجال، والله ما توقعنا إنه لهي الدرجة تجينا ناس. الفكرة كانت إنه نجيب مريولات نطبع عليهن اسمي واسمه واسم المطعم، مثلا مطعم عمر ورهف، وش نسوي؟ نتصور صورة تكون صورة حلوة واحنا ماسكين بإيدنا طبخ، يعني يكون منسخ أو يبرق أو هيك شيء، ونسوي صورة كبيرة ونطبعها على واجهة المحل. هاي هي الفكرة اللي فكرنا بيها، بس لحد الآن ما تنفذت لأنه ما دعي يصير معانا وقت خالص، فعطلة العيد هي اللي أخرتنا. طبعا قررت أخلص من اليبرق على السريع مشان أحطه، لأن اليبرق بده تقريبا نص ساعة ليستوي، فخلصته. راح أحط جوال أحمد، هاي شوية دهنة زادتها تعطي شوية طعمة. نسيت أقول لعمر جيب لنا عظام لحتى أحط جواه. هذن اللي سويتهن جدا، راح أركبه على الغاز وهناك أقرأ التعليقات. ما شاء الله مكثرة كأني. يجوز ما احطه كله لانه احسه كثير، هذا لحاله يكفي. والله عليك بس عاد. ما عدنا ملح ليمون، يروح لعمر يجيب لي ملح ليمون اقدر احطه على الغاز. وبلش بالاوز، الاوز ما بده شيء يعني ما يطول. هذا مشان اذا جه حدا مثلا غير اللي شاطر، غير الشخص اللي طلب الطلب يلاقي يبرق جاهز، لان ما اطبخ بالعاده يبرق كثير الا على الطلب. أنا تعرف إن اليبرق إذا
انطبخ ونعاف تروح طعمته وما يصير طيب. واخيرا ما ظل عندي ولا حبيت يبرق ملفوفه. عاد شوي بعد ما اخلص لسه ابي حشوه ولسه ابي ورق عنب. شوي بس اخلص ارجع اكمل واعبي هاي واعيفها مثلا للطلب. ما الا بش مثل الحز ما لقيت الا رجعت سويت مره ثانيه. شوفهم شوفهم ما احلاهن شي روعه. ما اعرف صوت الطنجره يجزز عيشكم او لا، بس مضطره اصور وهي شغاله تقريبا شوي يستوي بعد. ثاني بالعاده اسوي بهذا الزبديه، بس هالحد بدي اجرب هاي لانه هاي لما نقطعها بالمعلقه تجي قطعه صعب شوي فتنفرط معانا، فراح اجرب هيك شيء مسطحه ما يكون احسن، اتوقع راح يطلع احلى. والله هيك احلى. ها لما نقطعها بالمعلقة تنقطع معانا قسم قسم ما كلها تنفتح. انا حبيتها الصراحة، ليش لا، شكلها عجبني راح اكمل. هاي تجي مبوزة ابوي. اوزي يا اوزي، صوت الطنجرة شوش علي بربي، حاسة صوتي تغير. طبعا لانه كان عندي شوية شغل وكنت مسحومة لبينا ما حطيت وسويت وجم زباين وراح زباين، قلت لحالي راح اعيف الفيديو لحتى افضى ما يظل عندي حدا. فعلا ما ظل عندي حدا، حتى الباب سكرته طفيت المروحة، قلت لازم اكمل الفيديو ونكمله انا ومين؟ انا ونايا اللي قاعد تاكل ايدها كل النهار. قولي مرحبا، شلونكم؟ شخباركم؟ يا جماعة نايا كثير سألتوني على شعر نايا، ليش قصيت لها شعرها من جوا؟ شعرها ما كان يطلع، يعني أنا ما قصيته من وقت ما حلقنا لها على الصفر، صار من كل ما يطلع شوي وهي تتحرك وعلى طول متسطحة يظل الشعر يتكسر ويهون، فما يظل عندها شعر. فهين كان طالع حبة شعر، هين كان طالع حبة شعر، على الحركة ما ظل غير كم شعرة. فقمت انا ايش سويت؟ جيت لك كحلها، ما اعرف يا عميتها يا كحلتها، انا احس لا كحلتها. جيت حلقت لها هذن الشعرات اللي الباقيات، خليتها هيش باركي الفوق ما قشطوا على فكره، هذا بس حددته وهو طالع هيش لحاله والجوا ما كان بيه شعر. فحلقت لها من جوا صار بانكي، ان شاء الله مع الوقت يطلع كله مع بعضه. والله نتمنى لانه حلقت لها على الصفر الصراحه، ليش تشذب؟ وبنفس الوقت يا بنات بتشن تحلقن الولاد على الصفر، استنوا لحتى الولد يبلش يقعد ما يضل على 24 ساعة متشطح، لأنه التشطيح يخرب الشعر الصراحة. بس الولد بلش يقعد نحلق له على الصفر، هنا يكون ما ذي خالص، يعني للي مثل حكايتي ما يقدر ولا يحلقوا للولد. ايه نرجع التعليقات، خلونا نجيب تليفوني ونرجع التعليقات، لانه صراحه في كثير تعليقات متكرره يعني، وحاسه انه يعني ما يصير لازم ارد عليكم، خصوصا اني ما بعد اقدر ارد عليهم شو اسمه كتابيا. اوف يا زين الهدوء، والله صار زين. بس عن جد والله يا بنات الفيديوهات اللي دا اصورها هين حاسه حلوه، حاسه بيهن هيك روح، بيهن شيء جديد يعني، خصوصا ما عاد اقدر اصور بالبيت، يعني اغلب تصويري راح يكون يا بالمطعم يا برا، يا بالمطعم يا برا هيك. والله يا بنات هذا التعليق حلو، راح اقراه وجاي 82 لايك. كاتبه الله يوفقك، عم ادعي لك من كل قلبي ما انه ما تحسين بالتعب وتطلعي خارج هالمطعم، انه ما تحسين بالتعب وتطلعين خارج هالمطعم. جكارب الناس الشمتانه وارفعوا تعليق مشان رهف تشوفه وترد علي. يا عمري الله يسعدك، بس مين شمتان؟ فهمت عليك يعني قصدك شنو. الله يسعدك يا رب، وان شاء الله الله هيك يقدرني واظل على طول مقاومه وصبوره. اللي بعده، رهف اقترح عليك وقت الغسل تلبسين كفوف اسود ووقت الطبخ شفافات، كفوف شفافات يعني. الحزه عندي كفوف شفافات، انا جايبه لون ابيض ولون اسود وشفافات. الشفافات لو مهن عمليات مثلا البسهن دقيقة وارجع اشلحن، مثل لما نعبي بوزة البسهن ينفع، بس للطبخ ما ينفع خالص، فورا ينزلن لانه جايات بلاستيك يعني مثل اكياس النايلون، تعرفن الكفوف الشفافة. فاني حاليا حسيت انسب نوع اللي هو الاسود، لبست الابيض. الابيض لما مثلا
اجي لاتبل شغله بيها احمر فورا يصبغن. وذا والسود اجلي الحز اغلب الاحيان يعني ما البس كفوف، اقول لحالي مشان استمكن يعني ما يزحط حطمني الجلي. ما اعرف ايش عجب من كثر التعب صايره تأتأ كثير، بس يلا معليش ما تاخذوني يا جماعه. هاي تعليق من بنت زاد كاتبت لي رهف بالنسبه للسلطه، اقرضيها اول باول مثلا وحطيها بالبراد، لما بدش يجي زبون مثلا حطيها بصحن وتبليها وحطيها فورا. هنا المشكله انا عندي شني، البراد هذا يجمد بسرعه، فالخضره لما تجمد وترجع تفش يعني انه تجمد ويرجع تبرد شلون تزبط، المهم تجمد وترجع تفش تصير كانها مفرزة، تصير دبلانة دبلانة ولونها باهت، يعني ما تصير كأنها خضرة كأنها من زمان مقصوصة. خلاص خيتو بطلنا نسوي فيديو، بطلنا نقعد على حضرة شنتي. أخ يا جماعة جننتني، بس يلا معلش نسوي، مجبور ثان مجبور. هي جوز شوبت عملي طفيت المروحة حتى ما يطلع بالفيديو صوت وشه. بعد ما عطيتنا يا لابوها لركز شوي، بيت عليه زاد بنت كاتبت لي راح تجيبي بنت مثلا تساعدش بس بالجلي، مثلا هي توقف على الجلي وانتي خليش على الطبخ وهاي الامور ونايه. طبعا انا فكرت بهذا الشيء، وصراحه لو اجيب بنت تساعدني راح ارتاح كثير. وجني بنات هين يعني على مطعم زبونات قال لي رافزه بدك يعني حدا يساعدش، احنا موجودات يعني اي يعني بنت تساعدش بالجري مثلا مشان الولاد مشان شيء احنا حاضرات. ايه بس المشكله ويناني عند المكان جوا ضيق يعني ما يسع بنتين، يعني اذا انا بدي اطبخ وهي بدها تجلي المكان ما يسع، ضيق جدا. فقلت لحالي بعد ما ابيع البراد الجوالي هذا البراد الغرفه يجوز يصير عندي مجال، اكيد راح اجيب بنت تساعدني، لانه الصراحه من كثر الضغط ما دع اروح على البيت للساعه 12 احيانا وحده والله العظيم. فهذا الشيء غلط، الواحد يهلك حاله وبالنهايه يعني الطاقه عند الانسان بدها تخلص اخر شيء. وهذا زاد تعليق بنت كاتبت لي راف نسق الوقت اكثر، مثلا خلي وقت للاكل ووقت للمشروبات وقت للكوكتيل، فمثلا من الصبح للعصر طبخ ومن العصر للمغرب مثلا اللي بينما تسكرين خليه شو اسمه كوكتيل. بس المشكله وين؟ الاشخاص اللي بده يجونك ما راح يجونك على كيفك انت، يعني بي شخص جوعان بده يجي لازم يلاقي اكل، مثلا بي شخص يجي بس جاي يشرب كاس كوكتيل ويروح، واحنا حاليا مو يعني اني نقدر ننسق، نقدر نسوي كاس كوكتيل الجاي، الكوكتيل على عمر واني علي الطبخ يعني نسقينا الوضع. فهين واحد يشتغل وهين واحد يشتغل ما بمشكلة، بس احيانا لما تكون نايم فرتنا هين عاد ما بحل خالص. هذا تعليق امانة بدي منشن دعوة لهي البنت كاتبة، ادعولي اكون حامل هذا الشهر، دعوة 40 غريب مستجابة ان شاء الله. يا رب تكونين حامل، كل بنت تشتهي هنا تكون حامل، الله يطعمك ان شاء الله الذارية الصالحة عاجلا غير اجلا يا رب، وان شاء الله يكون انتم مو واحد. كل بنت تتمنى انها تكون حامل بهاي اللحظة ودعت تشاهدنا. البنت كاتبت لي هذا التعليق رديت عليه بس حرد عليه بلكي على عسى ترجع تشوف التعليق. كاتبت لي جيب الجلاية اللي ببيتك وحطيها بالمطبخ المطعم، مطبخ المطعم يعني، تساعدك وتشيل عنك شوي بالتوفيق ان شاء الله. حبيبة قلب الله يسعدك يا رب. والله الجلاية فكرت، بس كل الاسئلة اللي دعت تقولونها يتحلها مشكلة واحدة، انه يشيل البراد ويصير المجال اوسع، اما غير هي صعب الحز يا دوب واسع الجلي والغاز والفرن وبيزاد خلاط الكوكتيل وسخانة الطبخ، يعني جدا المكان ضيق يا دوب واسع. بس ان شاء الله يعني يا باكر يا بعد باكر راح نبيع البراد هذا اللي قلت لكن عنه، يصير عندي مجال اوسع ان شاء الله. راح بدي منك طريقة الفروج بالكيس، الله يوفقك يا ريت. تكرم عينك حبيبة قلبي، ان شاء الله يعني اذا مو باكر بعد باكر بلش اصور ونزل الفيديو ان شاء الله. طبعا التعليقات كلها اللهم صل على النبي، الله يقويك وان شاء الله تكونين قد هالمسؤوليه وفعلا انك شاطره، والله يسعد كل بنت تكتب لي تعليق حلو، كل بنت تشجعني، والله اني احبكن كوميات. هذا التعليق والله العظيم انحز لقريته، جايني جديد من ساعتين معلقين وما اعرف بنت ولا شاب، بس انا متاكده انها بنت. يا الله التعليق وش قد فخم. كاتبت لي
والله ما ادري جاي على بالي ما ارد على هذا التعليق، بس يلا ما عليه اعتبروه لقطه فكاهه. اساورك ذهب اقص ايدي اذا مو تقليد. والله العظيم طيب خيتو ليش اعتبريه مو ذهب؟ انا لابسه الزينه خيتو. تنك اساوري تنك تنك اساوري ايش بدك انتي؟ انت ايش بدك؟ انت ايش بدك فيهن؟ وين استني هذا ما عليها تسعيره. قصي ايدك حبيبتي قصيها الله يرضى عليك. وين ان شاء الله يا رب يبين ان شاء الله يبين. عمر كثير نحفان صح والله اني ملاحظه هذا الشيء. الله يوفقك ويرضى عليك الله يسلمكم. وراك نصيحه من اخت لا تلبسي ذهبك وكلهم دين يعني بقول كم مطعم اشكال والله انا البشر. اي والله هاي نصيحه حلوه الصراحه، بس والله لا ساور يعني جبت مشان البسهن يعني ما جبت مشان اقبيهن. يعني اذا ما لبستن راح اعيفن بالبيت تمام، يجوز يجي حرامي على غفله راحن يعني. اقل اشياء الحاس بيدي عمر معاي ناس حوالينا اشكال والوان، يعني مستحيل حدا راح يقدر يسرقنا واحنا هنا بنص الشارع بنص البشر. بس انه اعيفن بالبيت احس يعني باحتمال انهم ينسرقن اكثر. يعني يا حبايب قلبي ان شاء الله ما يكون طولت عليكم الفيديو، بس والله التعليقات كثيره وما راح الحق ارد على الكل، بس حاولت اني ارد على الشيء المهم. والله يسعدكم يا رب. لهنا نقول لكم مع السلامه، نشوفكم على خير في فيديوهات جايه احلى واحسن من هيك. واهم شيء دعمكم لهذا الفيديو بلايك واشتراك، ومع السلامه نشوفكم على خير.